بتتفرج على الكوره، انا بحب اللي يعني غصب عنك عينك بتروح على ونفسك الكوره تروح للاعب المهاري. مين اللي فارق معاه؟ او مين لما اقول لك دلوقتي النادي الاهلي تقول لي انا بحب فلان على طول من غير تفكير؟ هو زمان كنت بقول كتير، كنت بقول الفريق بالاحتياطي بالغايبين، بس هو دلوقتي طبعا دلوقتي بتتكلم على المؤثرين. انا عندي محمد عبد المنعم، ده لاعب عالمي، لاعب بص ما يقلش والله. عن برافو اي. عليك، يعني عارف كله هيروح لحد مهاجم، لا حد لا لا، بتاع، لكن محمد عبد محمد المنعم انت عندك لعيب عالمي بجد، انا مش ببالغ. ده صحيح. حطه في اي اكبر نادي في العالم، حط في محمد عبد المنعم هيلعب، هيلعب وهيقول وهينطق فوق الناس. يعني محمد عبد المنعم كان من الناس اللي لهم دور كبير، ده بقى ده مسمار بجد، وفي الملعب راجل وبيدي ثقة على فكرة الجمهور اللي بيشوف محمد عبد المنعم. في طبعا لعيبة لازم تبقى واخدة بالها، عشان كده محمد عبد المنعم اتمنى ان هو يعني ما يبقاش عصبي، لانه الجمهور بص. عنده حته صح. لا لا انا بكلمه طبعا لانه يعتبر في يعني يعتبر اخونا الصغير، طبعا طبعا. واحنا جمهورك، احنا بنحبك وعايزينك تبقى احسن واحد في العالم، انا عايز كل لعيبه الاهلي يبقوا احسن لعيبه في العالم. محمد عبد المنعم هو بس يظبط الحته دي، لان هو لعيب فوق العادي، لعيب كبير قوي قوي. اتمنى ان احمد عبد القادر ياخد باله ان هو عنده كتير ولازم يقدمه. انا كنت سمعت ان هو كان زعلان والجمهور وبتاع، هو لازم ياخد باله ان الجمهور متعشم فيك اكتر ما انت متخيل. ما انا لو هاجمناك انت لو لاعب اي كلام مش محدش هنهاجمك، هيبص لك، هنهاجمك ليه هيسيبك صحيح. ولا هنبص عليك، لكن الجمهور متعشم فيك انه يشوفك حاجه من احسن لعيبه العالم كمان. فلما يهاجمك اعرف ان انت في حته تانية، بيحبك. اشتغل عليها بقى، لان جمهور الاهلي بيحبك، مستني منك. هو وعد قال حقيقي. ان هو هيعمل. اتمنى انه يبقى بقى كل واحد عايز يثبت نفسه، كاس العالم جاي لازم كل لعيبه الاهلي دي كل واحد منهم يسعر نفسه بقى، يقول لك انا ما اقلش عن اي لعيب في كاس العالم.